أنا راجع علشان أموت في أرض مصر وأدفن في بلدي. دي كانت كلمات الأخيرة اللي جاءت على لسان الفنان المصري العالمي جميل راتب للمقربين لي اللي يمكن رحل على عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض. رحل جميل راتب هذا الفنان الرائع الذي لن يتكرر عن عمر يناهز 92 سنة. الحقيقة جميل راتب فنان مصري عالمي شارك في العديد من الأفلام العالمية زي لورنس العرب ومع عمر الشريف طبعا، وأفلام كتيرة جدا زي ترابيز بالفرنساوي، شارك باللغة الإنجليزية والفرنسية، عمل أكتر من 67 فيلم غير المسلسلات غير المسرح، اتكرم من عدة جهات زي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 2005، اتكرم من مهرجان الأقصر، نقابة المهن التمثيلية، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر. أهم طبعا أعماله كيف، شفيقة ومتولي، الراية البيضاء، زيزينيا، سنبل بعد المليون، ورحلة المليون، ونيس، وغيرها من الأفلام. شفيقة ومتولي يعني الحقيقة أفلام كتيرة جدا. جميل راتب كان بيتمتع بملامح مصرية حادة جدا خلته أجاد أدوار الشر، وأيضا بعد نضوجه الفني وفي السنوات الأخيرة أجاد أيضا في نفس الوقت دور الأب. ربنا يرحمه هذا الفنان الذي لن يتكرر أبدا. وداعا جميل راتب. Je l'ai pas supporté. Je suis sorti. Trois jours plus tard, quand j'ai voulu rentrer. اعذرني يا صالح علشان طلعت المسدس، لكن انا مضطر، لازم ادافع عن نفسي. احنا دلوقتي عايشين في غابة لا فيها قانون ولا بوليس. نعرف نعرف كيفاش نرد بالي عليها، نعلمها، نربيها، نكون زوجها وابوها الثاني.